اهلا بكم مره تانية في لحظات جريئه. نقدر نقول ان حتى المطربين بقى عندهم حساسيه ورعب من فكره كبت الحريات والنظره المتشدده للفن بصفه عامه، وده اللي خلى كتير منهم في سنه الاخوان يفكروا في الهجره من مصر. لما طلعت النتائج وعلمت ان الاخوان المسلمين هم من وصلوا الى رئاسه الجمهوريه في مصر، شو اول شيء فكرت فيه بهالفوبيا اللي عم نحكي عنها؟ يعني هي مو فوبيا بمعنى الفوبيا، يعني اللي هو الموت خوفا، لا. طارق فكر انه شغلنا نحن يعتمد على شكل من اشكال الحريه، ففكرنا انه نرجع دبي، لانه انا كنت ساكنه بدبي وعشت ايام كثير كثير. هل فكرت فعليا بالانتقال الى دبي؟ انا ما فكرت، انا عموما دائما بتبع تفكير طارق. طارق فكر انه يرجع لدبي، فكر وبعدين بطل بده خوفا، يعني من شو فكرت بطل، خصوصي انه عنا نحن اولادنا كثير معلقين بمصر كثير. طيب ابني خوفا من شو وطني قررتوا تروحوا على دبي او فكرتوا الحريات، يعني انه تفقد جزء من حريتك، وخصوصي بالشغل. نعم، شغلنا بحاجه ل يعني قدر معين من الحريه. الرعب وقتها كان مسيطر على كل المبدعين، والنموذج الايراني كان بيطلع لهم في الاحلام وفي الكوابيس. اذا اردت ان تهدد حياتي، اذا اردت ان تهدد معاشي، اذا اردت ان تهدد كرامتي او حياه او كرامه او معاش الاخرين، لانه انا مش شايف اي فروق بيني وبين الناس كلها. طيب، في هذه الحاله اذا احتكمت، خلينا نقولها بطريقه تانية، الفكر بالفكر، المحبه بالمحبه، العنف بالعنف، كده انا واضح؟ وبادل انا اعتبرني مرايه، تبادل تعطيني فكرا ارد عليك بالفكر، تعطيني يعني محبه ارد عليك بالمحبه، يعني السن بالسن والعين بالعين. احتكمت الى القوه سن طبعا بالسن، العين بالعين والسن بالسن، والبادي اظلم. هدي اعصابك يا استاذ خالد، خلاص الاخوان مشوا، مفيش اخوان تاني. بس تصدقوا لازم نعذره، اي فنان صعب يشتغل بدماغ حد تاني، وصعب حد يقوله يعمل ايه وما يعملش ايه حتى لو كان اقرب الناس ليه.